مرحبا، أنا لطيفة العياف، أم وزوجة لأربع أبناء، ربة منزل. طبعاً كنت عايشة حياتي بهدوء وسكينة مع زوجي وأبنائي. قبل تقريباً 12 سنة اكتشفت أني مصابة بسرطان الثدي. اكتشفته طبعاً بالصدفة، ما كان عندي أي خلفية عن مرض السرطان. طبعاً والدتي في 2006 أصيبت بسرطان الثدي وللأسف توفت الله يرحمها. إصابتها بالسرطان خلاني ما أستبعد أنه ممكن في يوم من الأيام يصاب أي أحد. طبعاً ما كنت متخيلة أنه أنا راح أعيش. أنا كنت قاعدة أربط الموت، قاعدة أربط شخص ثاني ممكن يجي يعيش مع عيالي أو يربي عيالي بدالي. فاتصلت على زوجي وبدأت أتكلم معه أنه أنا خلاص أبغى أعالج. طبعاً لا أنا ولا زوجي ولا أهلي صراحة كان عندنا أي وعي أو أي معرفة عن السرطان. لكن إحنا للأسف لأنه الناس تخبي والناس ما عندها الجرأة أنها تظهر، فصار مكتم على الموضوع. ما كنا نعرف عنه أي شيء، يعني أصاب بسرطان توفى وانتهى الموضوع. ما كنا نعرف أنه في علاج، ما كنا نعرف أنه ممكن السرطان يصيب جزء معين في الجسم والإنسان ممكن يستأصل هذا الجزء ويحارب هذا الجزء بعلاج معين ويعيش. خلاص أيقنت أن موجود عندي سرطان، لكن في حافز داخلي يقول لي الله معك، لا تخافين، أنت دخلتي المستشفى تحت إن شاء الله أيدي أمينة بعد الله سبحانه وتعالى. دكتور أنا أبغى أعيش، نشوف لي أي حل، أي علاج ممكن تعطيني، أنا مستعدة أتقبل أي علاج تعطيني، المهم أرجع لأولادي أحسن ظن بالله. أنا الله سبحانه وتعالى قال أنا عن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. طبعا الحمد لله بعد ما خلصت العلاج كامل، إشعاعي كيماوي الهرموني، بدأت أتمثل للشفاء الحمد لله. الآثار الكيماوي في البداية كانت فعلا صعبة، يعني كشكل يعني أثر علي شوي، أنه أنا يتساقط شعري، تتساقط رموشي، تتساقط حواجبي، أجلس فترة بسيطة في البيت تعبانة، بس بعد 3-4 أيام لكن أطلع وأروح وأزور. طبعا ساندني زوجي في هذه الفترة كثير، يعني كان بيننا حوار جميل. طبعا أنا خالد زوج لطيفة متعافية من سرطان الثدي. لما اكتشفت أنها أصيبت وصارت تأخذ الكيماوي طبعا تغيرت حياتها كاملة، يعني حتى أولادي طبعاً أنا علمتهم أن أنا مصابة بسرطان على طول، ما حبيت أخبي عنهم، ما حبيت ينصدمون مثل ما أنصدمت أنا في والدتي. فمجرد ما أصبت وبدأت أخذ العلاج حبيت أقول لهم أنه أنا مصابة، بس مو لازم أعلمهم كل شيء بحذافيرة، بس علمتهم أن أنا عندي مرض، عندي تعب، حيجيني كذا، حيصير لي كذا، يتساقط الشعر، لأنهم بيشوفون هذا الشيء قدام عيونهم، صعب أخبي عليهم. يتجاوبوا معي أولادي بالعكس وكانوا مساندين ودائماً يا ماما لا تخافين، إحنا معك، أنت تبغين كذا، أنت تبغين كذا، فكانوا وقوفهم معي، وقوف أبوهم معي للأمانة ساعدني كثير كثير كثير. الأب يرمى على عاتقه شيء كثير. خلال الفترة هذه أنا كنت أب وأم للأبناء، أن كل رب أسرة، كل رجل مرمي على عاتق حمل كبير، أنه العلاج الأول بعد الله سبحانه وتعالى. العلاج النفسي له دور فعال في علاج المصابين. بعد ما جبت الأولاد الاثنين أصبت إصابة ثانية في الثدي الآخر بعد 5 سنوات ونص. طبعاً بعد ما أصبت اكتشفته مو بالصدفة مثل المرة الأولى، مو ما اكتشفته كذا، اكتشفته عن طريق الفحص. كنت أفحص دائماً، كنت أجي على المراجعات باستمرار، لكن المرة الثانية ما كان الشعور مثل بعض. يعني المرة الأولى كنت منهارة تماماً، الحياة سوداوية، متوقع أنه ما في حياة، متوقع أني بموت، ما توقعت، ما كان عندي بصيص أمل ولا حتى 1%. بس بعد الإصابة الثانية كان عندي الأمل بنسبة 99%، صار عندي وعي أكبر، صرت شايفة الحياة بمنظور ثاني، صرت أتعامل مع الموضوع على أنه علاج عادي كأنه رايحة عيادة أسنان. يعني قررت أني أتغير أنا شخصيا. أول شيء اتطوعت مع جمعية زهرة وكان لهم الأثر الكبير على تغييري من داخل. يعني كنت أجلس جلسات كثيرة مع أخصائيات نفسيات، وكان في برامج جدا جميلة مثل بلوسم، من أجمل البرامج اللي تعيد تأهيل المتعافية أو المصابة أو المريضة جديد. فكان هذا البرنامج له أثر كبير علي، غيرني كثير. وأضيفي أنه أنا المرض نفسه غيرني كثير. تطوعي مع جمعية زهرة فرض علي أشياء جميلة كثير، الحمد لله أنه
ربي سهل لي أموري وقدرت بسهولة أدخل مستشفى الملك فيصل تخصصي، وتم قبول حالتي وتمت الإجراءات بكل سهولة ويسر وسرعة. طبعا كان تعامل المستشفى معي جدا جميل، الممرضين، الدكاترة. ما كنت أشوف أي صعوبة بدخول المستشفى، بالعلاج متوفر العلاج الحمد لله بشكل مستمر، أي شيء أحتاجه. فصار لي أكثر من تقريبا 7 سنوات. أنا لطيفة الحمد لله متعافية من سرطان الثدي.